بيسان اسماعيل شاركت فيديو جديد على قناتها على يوتيوب، حيث كان موضوعه تغيير لون سيارتها للون الوردي، ونزلتها الصور بعد الفيديو على انستغرام وشاركتها الستوري واللي حطت عليه أغنية باربي، حيث اعتبر البعض بعد هذا الستوري على أنه كان تلميح وقصف للانا ولين من بعد المشكلة اللي صار بينهم واتهامها بالتقليد بسبب فيديو صرت باربي ليوم كامل واللي حكينا عنه بالتفصيل بفيديو سابق. فشو رأيكم أنتو؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. أما نارين بيوتي فوصلت للأردن اليوم وتم استقبالها استقبال حار على الطبول والموسيقى الأردنية من طرف مدير أعمال رغدة كيوميجيان عمر حميدات. فشو رأيكم بهالاستقبال وشو عم بتخبي نارين ورا هالسفرة برأيكم؟ أما نور ستارز فرجعت للتفاعل على السوشيال ميديا من جديد، فشاركتها ستوري اللي أعلنت من خلاله أنها صورت فيديو جديد ليوتيوب، وشفنا لقاء كل من بنين ورغد بمطعم، وبعدها التقوا بكل من بيسان وأنس وروان وريان وأخ بيسان عبر هالستوريهات. طبعا حبايبي زي ما انتم شايفين هسه كل واحد وقع على حياته داخلين غرفة رعب لمدة ساعة. شوفوا الأجواء والمناظر يعني حريقة. طبعا يمكن من جوا ما تخاف بس رح تخافوا مني جوا. اكيد هيك حيصير. يلا جاهزين؟ يلا جاهزين يلا. يلا با يا الهي مش طبيعي قديش كانت اللعبة حلوة. اخ كلهم فاتوا، حضرت بيسان خافت صارت تعيط من الخوف وما دخلت وضلتني معها ما بقدرت كان. ولحد الآن نفسي أجربها، سامع أصواتهم قاعدين بيصرخوا بس خلص ما صار نصيب اليوم إني أجربها، بس أجربها بعطيكم رأيي. أوكي يلا